مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وعايزين نتكلم بقى عن المشهد السياسي اللي موجود في مصر دلوقتي، ووصلنا لكده إزاي، وبعد كده هيحصل إيه، لأن مهم جدا نفهم إيه اللي هيحصل بعد كده والخطوات الجاية اللي هتحصل إيه. لأن كتير قوي بيتكلم عن طيب ماشي جماعة الإخوان عارفة إن محمد مرسي مش راجع، طب بيعملوا كده ليه؟ طب إيه الهدف؟ هل هو إثبات وجود ولا في حاجة تانية؟ هل هم بالفعل انتهوا من العملية السياسية في مصر ولا لسه موجودين؟ هل لسه عايزين يفضلوا موجودين في المشهد السياسي؟ هل عندهم رصيد في الشارع المصري ولا لا؟ ده اللي هيجاوبني عليه الدكتور كمال هلباوي، مفكر الاسلامي ونائب رئيس لجنه ال50 لتعديل الدستور. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا. منورنا طبعا كالعاده. شكرا على الدعوه. يعني طبعا فكر محترم. يا رب. فكر يا رب. بنحب ان احنا نسمعه كتير لانه في واقعيه ودي اهم حاجه. الحمد لله. دكتور كمال، حضرتك شايف المشهد في مصر دلوقتي ازاي؟ طبعا مشهد ضبابي صعب، معقد داخليا وخارجيا، مشهد لم يكن متوقعا، يعني شيء جديد حصل في مصر. سواء طبعا لو بدأنا ب 25 يناير شيء حتى غير متوقع بالنسبة لمبارك ورجاله، ولكن وقع صحيح، ومرت المرحلة الانتقالية بحسناتها وسيئاتها، بإيجابياتها وسلبياتها، ثم انتقلنا إلى مرحلة انتقالية أخرى سيطر فيها الإخوان على مفاصل الوطن. صحيح. ولكن هل سيطر رسمياً؟ هل سيطر الإخوان على مفاصل الوطن عشان هما كانوا جاهزين، ولا عشان الشعب المصري ما كانش عايز يشوف مرة أخرى هذا النظام الأسبق؟ للشعب من ناحية وثق فيهم في الانتخابات وكان متوقعا أداء أحسن، بدل الظلم يبقى عدل، بدل الدكتاتورية يبقى فيه شورى، بدل الفساد يبقى فيه شفافية ووضوح. لم يجد هذه الأمور لما جم للحكم، خاصة بعد تولي مرسي. كان عايز يرى وعودا تنفذ، فإذا به يرى وعودا لا تنفذ، ويرى كذبا في شرح هذا الموقف في الاستاد في 6 اكتوبر صحيح سنة 2012، موضوع الملفات الخمسة والنسب صحيح، وده عيب، عيب شديد في الإنسان العادي، فضلا عن من يعرف أمام الناس بالدعوة. صحيح صحيح. يعني هذا المشهد الثالث بقى الآن، المرحلة الانتقالية اللي احنا فيها، ده السبب ان انا بقول الموقف معقد. 30 يونيو، وكان الإخوان حتى قبل 30 يونيو بأسبوع يعتقدون جازمين أن دي زوبعة في فنجان. صحيح صحيح. وده سوء قراءة للواقع. فلما قامت 30 يونيو وأنا في قلب ميدان التحرير الساعة 7 يوم ما بكلم الناس، قالوا ده فوتوشوب. صحيح. غلطة أخرى في قراءة الواقع. ومن ثم بنوا موقفهم لما تدخل الجيش في 30 يونيو 3 يوليو وعملوا خريطة الطريق، كما تدخلوا في 25 يناير وحكموا سنة ونص والإخوان معاهم. نعم. ما قالوش انقلاب، فإذا بهم يقولوا انقلاب. نعم. ولكن في 30/6 بالتحديد كان في بعض القيادات اللي كانت موجودة داخل حزب الحرية والعدالة وقفت وقالت مشهد مهيب ولابد الوقوف عنده. قليل. يعني قليل، قليل وليس ذوي تأثير. ليس من ذوي التأثير القوي داخل الإخوان، وإلا كان ده صوت العقل وده صوت الحكمة. صحيح. فطبعا لما مرسي المعزول رفض انتخابات رئاسية مبكرة، ورفض لجان حوار وطني على مستوى قوي أو دقيق أو صالح أو مقبول، وأصر على الحوار الوطني داخل الرئاسة لأنه داخل القفص يعني، ولما ما كانش فيه هناك مصالحة وطنية ولا سعي له، ولما كان هناك ما فيش مواجهة للبلطجة والعنف اللي موجود في الشارع،
فالمقطم والاتحادية وغيرها وجمعة المحاسبة وما إلى ذلك في التحرير. فطبعا دي كلها أخطاء أوجدت موقفا الآن خاطئا، نظرة خاطئة للواقع، للواقع طبعا مش قادر يقرأ. هم كتير منهم حاسس ان تم افشالهم، ان هم لم يفشلوا في ادارة. انا عارف النظرة دي، اقول لحضرتك عليه، انما في حكمة: الذي لا يقرأ الواقع قراءة صحيحة لا يمكن ان يسهم في بناء مستقبل جيد. صحيح، كارثي، يعمل مستقبل كارثي زي اللي عملوه. وانا كتبت يومها كده وقلت لهم يعني: الذي لا يقرأ الواقع قراءة صحيحة لا يمكن انه يبني مستقبل وطن زي مصر، فبيبقى المستقبل كارثي، وهو ما نشاهده الآن هذا. أما إنهم يزعموا إنهم أفشلوا، طيب حتى لو أنت أفشلت وشايف الموقف كما هو، في نقطتين هنا. النقطة الأولى: ليه عايز ترجع تاني؟ هل تزيد الفشل مرة أخرى ولا تعمل حرب أهلية ولا اقتتال؟ النقطة الثانية اللي في هذا الفشل، انت ملومش نفسك ابدا. صحيح، مش ممكن واحد حاكم وحزب حاكم الشعب يبعده وبعدين يقول انا افشلت. النقطة الثالثة في هذا الخصوص وهي خطيرة جدا، انه لازم تنظر انه لأول مرة في التاريخ قيادة الإخوان تتسبب في كراهية قطاع عريض من الشعب له. صحيح، لم يحدث في التاريخ من قبل. صحيح، فلم يعد الجيش هو المشكلة معاكم، ولا الشرطة، بقى الشعب ولا القضاء نفسه، ولا الإعلام، بقى الشعب نفسه. صحيح، غلطة النائب العام دي غلطة، لا لا، خاصة التسريبات. هم الآن بيعترضوا على بعض التسريبات اللي بتوجد والتسجيلات. طب ما النائب العام اللي انتوا جبتوه طلعت عبد الله كان حاطط كاميرات تصوير وتسجيل. أنا ضد الاثنين بالمناسبة. نعم، يعني حضرتك ضد ده وضد ده. طبعا. نعم، طبعا. إنما يعني اخطاء انتوا عملتوها، طب ليه بتزعلوا من غيركم لما يعمل؟ صحيح. هنا حضرتك قلت ثلاث نقط مهمين للغايه. النقطه الاولى حضرتك قلت، طيب انا كلامي كله مهم. طبعا، بس 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 حضرتك قلت هم ليه الله يجعله كذلك يا رب، هم ليه عايزين يرجعوا؟ ما هو ده سؤال مهم. ما هو ده امر يعني في روح انتقام، في كراهيه، في عدم قبول الهزيمة التنافسية السياسية. ولو كانوا هم سياسيين لازم يقبلوا الهزيمة السياسية، تشرش الإبل الهزيمة السياسية، الفرنسيين بيقبلوا الهزيمة السياسية، البريطانيين ديفيد كاميرون وغيره. الوقت اتأخر دلوقتي بالنسبة لجزء كبير منهم، نعم انتهى. إنما بالنسبة لجزء آخر كبير ممكن يكون هناك شروط معينة وتجاوب من الشباب، زي أنا ما بشوف جزء كبير منهم بيقولي وبيكلموني. بس هم محتاجين، ياريت حد في الدولة يكون سامع البرنامج ده ومهتم بيه لأنه برنامج جميل. هم عايزين إطار، وأنا قلت لهم اوعوا تعملوا اطار تاني فيه كلمه الاخوان لان لن يقبل. يعملوا اطار فيه ايه طيب؟ اطار سياسي مثلا، حزب، اطار سياسي جديد بعيد عن حزب الحريه والعداله. بس هيبقى نفس الايديولوجيه موجوده. لا 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 لا، ما هو ده اللي انا بقول بقى، ينطلقوا من خلفيه جديده خالص. هنا انت بتشتغل سياسه تتهزم وتكسب وما تنزلش، ما فيش عنف ولا تلجأ إلى أي سلطة حتى لو أنت أقوى واحد في البلد. هل هنا ده قطاع اللي حضرتك بتشير إليه؟ هل ده يمكن لما بنتكلم مع محللين كتير بيقولوا أن سبب هذا الانهيار الاتجاه القطبي داخل جماعة الإخوان، وده اللي إداهم هذا المنحنى يعني للأسف الشديد؟ أكتر من حاجة. آه، الاتجاه القطبي في رأس هذا، الاتجاه القطبي ده تكفير، في جزء منه تكفير، ولذلك الإخوان قبلوا على منصة رابعة واحد زي عاصم عبد الماجد يقول قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، قسم الشعب المصري نصين، النص اللي في رابعة مع جواز الكلام عن النص ده إذا كان نص، إذا الجزء اللي في رابعة والنهضة
ده رايح الجنة، والراجل ما شاء الله عليه خد المفاتيح الجنة والنار من ربنا، ها خدتهم من ربنا وقال له انا هدخل ده الجنة وده النار. مش ممكن كان فكر الاخوان الوسطي ولا فكر الازهر مثلا مؤسسة المعطية يقبل مثل هذا الامر، هذا تكفير واضح. ورغم ذلك قبله الاخوان، او اللي يرش مرسي بالمية نرشه بالدم، ده انتقام. ده ربنا بيقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فتيجي انت تعمل معايير جديدة غير اللي انت بتزعم انك بتعلم الشعب الدين الوسطي، ادي بلوى من البلاوي الكبيرة اللي تسببت في الكارثة اليوم القطبي. نعم. التفكير القطبي يعني، او القيادة القطبية. الامر الثاني، يا ريته كان عنده توجه قطبي وفي نفس الوقت بيقرا الواقع قرايه كويسه. ما 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 ما, ما, ما هو يغلط انما ياخدش الوطن لكارثه. صحيح. لو بيقرا قرايه كويسه. الامر الثالث انهم ما اعتمدوش على امكانيات بلد بقدر مصر، انما اعتمدوا على اهل الثقه. صحيح. جماعه. الاهل والعشيره، الجماعه. ولا يمكن الجماعة دي نسبتها في الوطن حتى لو 1%، وهذا غير صحيح، أقل بكتير. مش ممكن تقود بلد زي دي إلا برضاهم. الشعب دلوقتي بعد ثورتين لا يقاد إلا برضاه. صحيح. أليس كذلك؟ صحيح. فهم أخطأوا في عدة حاجات حاكمة. نعم. مثال صار، هل خطأ هنا كان خطأ قيادة؟ ولا القيادة بتملي على اللي تحتيهم حتى ما يجب؟ والله لو الإخوان سابوا مرسي لوحده هيغلط ويعمل حاجة كويسة. إنما الإملاءات اللي جت والمواقف وفرض الناس عليه هي دي الكارثة. لما تيجي أنت، يعني مرسي ما كانش صاحب قرار؟ ما ظنش. نعم، على الإطلاق، لو هو في الإخوان ولا هو في الرئاسة. لما تيجي انت تبص القيم والمبادئ وترى تناقضا بين القيم والمبادئ والفعل، لا يمكن تقول دي الإخوان المسلمين. أضرب مثال على هذا، احنا مثلا بندرس وبندرس واحنا شباب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال معناه يعني إذا ولى أحدكم أحدا ولاية لصلة أو قربة أو كذا أو كذا فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. أما جاء نولي واحد مساعد للشؤون الخارجية أو أي آخر، واترك وزارة الخارجية دي صاحبة التاريخ العريق والوزراء اللي على المعاش ولا اللي في الخدمة، وامسكهم شيء زي مثلا الشؤون الخارجيه، انا بضر البلد بالتاكيد. صحيح. كنت كان في محاوله لبناء دوله موازيه. مش ممكن، ده انت هتبني دوله هشه. يا ريت تقدر تبني دوله موازيه، يا ريتك تقدر تبني دوله قويه ما تعتمدش على امريكا ولا تعتمد على اسرائيل ولا صديقي العزيز بيريز، انما تعتمد على الشعب. خد معاك قطاع من الشعب كويس. نعم. انت ما خدتش وما وردتش الناس ان انت جاد في تنفيذ وعود فيرمونت وغير فيرمونت. صحيح. طيب المشهد الان، يعني احنا كل اللي حضرتك اشرت اليه ده اتى بنا الى اليوم. ايوه. النهارده في ناس كتير بتتكلم عن مصالحة. مع من نتصالح؟ اولا كلمة مصالحة، احنا ما انت مش في قبيلة ولا في اسرة عملت شجار ومات فيه واحد ولا اتعور واحد ولا بتطلق مرة من راجل. لا، مش قاعدة عرب يعني. لا 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 لا، ده مشهد وطن، مشهد وطن، وخاصة بعد انت ما استعديت قوة اجنبية على هذا الوطن، سواء كانت قطر او تركيا او امريكا او غيرها أو جمعيات حقوق الإنسان أو محاولة تدويل الأمر أو ما إلى ذلك. إلى من أشرت بأنت استعديت؟
او انت التحالف من اجل الشرعيه، دعم الشرعيه. يعني كل اعضاء التحالف من وجهه نظر حضرتك لا تصالح معه؟ بالتاكيد. القيادات او من يؤمن بفكر هذه القيادات ومن في السجون والمعتقلات الا اذا بر احدهم براءه كامله، لا 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 نقض فيها ولا ابرام كما يقول المحامون، اهلا وسهلا به. انما ممكن يكون في تفاهم مش مصالحه حتى تثبت حسن النيه مع الشباب ومع من لم يرتكب عنف، لا في مظاهره ولا في تحديف طوب ولا حمل سلاح ولا غيره، ولا من وقف في ربعه واصر عليه. تمام. انما نعرف ناس وقفوا في ربعه وسابوه. صحيح. اعرف ناس وقفوا في ربعه واول ما شافوا الخطوره ستقع مشوا وقالوا الاخوان احنا مش معاكم خلاص، يعني انتوا. فطبعا انما اللي ما مشيش في الطريق اللي فتح المسار الامن واستمع الى اللي وقفوهم واللي ارتكب عنف، يا مولانا انا في انا شخصيا كمال الباوي وانا جدي كتير من الناس دول، عانيت اكتر من مره. مره في نادي اسمه النادي اللي موجود في العاشر من رمضان، نادي الرواد، في وسط المحاضره يا استاذ 20 بت قاموا زي اللي بنشوفهم ينطوا السور ده في الازهر وفردوا المناديل اللي مرسوم عليها الرابعه وقعدوا يشتموا اللي اتأدب. مش ممكن ده يكون من الاخوان، لا يمكن ان ده من منهج الاخوان المسلمين. مش الخلق. مش ممكن. مش ممكن واحده يعني عيله زي احفادنا، احفاد اكبر منهم يسيئوا الى تاريخ 85 سنه يعتبر. يا طبعا بيدمروه او دمروه، دمروا جزء كبير منه. يا هلباوي المرسي سيدك، قلت لهم والله العظيم يا ريته كان سيدي وسيدي الوطن بس يعمل حاجه للوطن مفيد، كلنا نقول له يا سيدي مفيش مشكله بس يا ريته عمل حاجه كويسه، سيدي ويبقى كذاب؟ ها؟ ما مشيوش الا لما جه الجيش بعد البوليس، الشرطه فشلت تمشيهم او ما رضيوش يضغطوا عليهم، حاولوا يكسروا الازاز اللي احنا قاعدين فيه. ده في ندوه. ده في ندوه في نادي الرواد. مدير نادي الرواد وكان معايا بعض اللواء مجد عنتر واللي هو محمود فهمي من كرام الناس، قالوا لي الباب مفتوح خلينا نمشي. قلت لهم لو انا مشيت من هنا من على المنصه دي والعيال واقفين قدامي يشتموا، لو انا مشيت من المنصه دي وما كملناش الندوه النادي ده لن يعمل ندوة أخرى أبدا. بعد ما مشيوا العيال دول بالقهر والشدة والحزم، جالي رئيس النادي وقال أنا شاكر موقفك لأنك كنت أبعد منا نظرا في أن فعلا كان النادي هيتقفل. صحيح. كان نعمل فيه ندوات. صحيح. وده الموقف اللي يجب الشعب يتخذه من هذا العنف. هنا بقى متى ينتهي هذا العنف وتحدي إرادة الشعب المصري؟ ينتهي قريبا عندما الجزء الكبير من الشباب يبتدي يدخل في العملية السياسية، اللي ما ارتكبش عنف، اللي بيدين العنف، ما هو رافض برضو، اللي ما لا, لا 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 هناك من يريد، أنا اسمح لنا أعلم بالقصة دي الآن، هناك من يريد بالآلاف وبيقولي ويقعدوا معايا ويناقشوني وما إلى ذلك، فدول يجب ان يكون لهم مسار غير مسار اسم الاخوان وغير مسار حزب الحريه والعداله حتى. دول يجب ان الدوله تفتح مجال امامهم زي ما قلت لك بشروط عديده بقى، ليس بشروط المبادرات التي قراناها وكانها تتكلم بلسان الاخوان. طب يا ريت انا احب اعرف ما هي الشروط من حضرتك، ولكن تسمح لي بس نروح بسرعه لزميلتنا ياسمين فرج. طيب. من مطار الماظة، لان هناك في ترقب من اهالي واقارب ضحايا سانت كاترين. ياسمين يا ريت توصف لنا المشهد عندك في انتظار الياسمين الان. حتى احمد الان الوضع امام قاعده الماظة الجويه في تجمع لاصدقاء واقارب
الأربع قتلى ضحايا حادثة سانت كاترين. حسب معلوماتنا، الطائرة التي تحمل الجثامين بالفعل تحركت من مطار سانت كاترين على متن طائرة عسكرية في طريقها إلى هنا، إلى قاعدة ألماظة. نعم. عند سؤال أهالي الضحايا قالوا أنه بعد وصول الجثامين هيتم الجنازة في مسجد السيدة نفيسة، ثم بعد ذلك الدفن في مقابر بمدينة 6 أكتوبر. نعم، أنا بشكرك زميلة ياسمين فرج على هذه المداخلة. دكتور كمال، وعزائنا لأسر الشهداء، والله طبعا طبعا، يعني عزائي مع المحور لأسر الشهداء كلهم. طبعا دكتور كمال، يعني كان كلامنا قبل هذا هذه المداخلة كنا بنتكلم عن الشروط اللي موجودة أو اللي لابد أن تتوفر في دخول العملية السياسية مرة أخرى لهؤلاء الآلاف، ويمكن كان الحاجة الأولى اللي حضرتك أشرت إليها أن لازم يقلعوا عباية الإخوان، بس تمام. ده هيبقى صعب، التحالف هيبقى صعب. لا، اللي بيفكر، انا هقول لك قبل ما اجاوب على السؤال درس انا اتعلمته من البروفيسور نجم الدين اربكان رحمه الله عليه، اللي كان رئيس وزراء تركيا. شوف، كان عنده حزب اسمه النظام في اخر الستينات، فلما صدر الحزب وحضر عمل حزب السلام، وبعدين عمل حزب الرفاه، وبعدين عمل حزب السعاده. شوف المرونه، مرونة جميلة ودرس سياسي قوي. وأيضا الحركة الإسلامية في السودان غيرت اسمها أكثر من مرة. أما من أخطاء الإخوان أنهم اعتبروا أن اسم الإخوان المسلمين من الأصول والأسس التي لا تمثل. طب اللي قبلنا دول كانوا إيه اللي قبل؟ طب ماذا يفيد تغيير الاسم والأيديولوجية واحدة؟ لا، يعني انت بتبدأ شيء جديد، انت بتبدأ شيء جديد. ايديولوجية الاخوان مش غلط، انما الانحراف في الايديولوجية وتحالف شباب الاخوان وماشيين في هذا المخطط، وان كان مؤتمر غير ندوة. صحيح، اللي بنعمله ندوة او مؤتمر صعب، غير الفكرة اللي حضرتك طرحتها الان، وان يبقى في مؤتمر شعبي كبير. انا جاهز ان ده يتعمل، انما مش عايز. هل حضرتك شايف ان هو ده مش عايز الناس يجوا يحضروا المؤتمر ده والبوليس مثلا مستنيهم بره؟ صحيح، او الامن ماسكهم ويلا بينا، او احضار وضبط واحضار. يعني العمليه عايزه تفاهم الاول على مستوى اما وزير الداخليه، صحيح، او معالي مثلا الرئيس أو المشير السيسي أو غيره. نعم. من الشخصيات الفاعلة. صحيح، هنتكلم عن ماذا بعد والانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن بعد هذا الفاصل. دكتور كمال هباوي لسه موجود معنا.